أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست فيها أبرز ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. والبداية بالعناوين. بعد الحديث عن تحويل قوات الأسد إلى جيش من المتطوعين، تداول صورة للباس جديد قيل إنه للوحدات الخاصة. بعد سنوات من سيطرة النظام عليها، علم إيران على مبنى في كفرنبل يثير غضب معلقين. منذ تسلمه الحكم بعد وفاة أبيه، بدأ بشار الأسد يروج لحقبة من التغيير تسودها الشفافية والحريات والخصخصة والابتعاد عن النهج الاشتراكي الذي انتهجه والده، ما جعل كثيرا من السوريين يعتقدون أن ما قبل بشار ليس كما بعده. فالرئيس الشاب وقت ذاك قادم من بلد أجنبي، من بريطانيا، طبيب يتحدث لغة أجنبية، ومن الطبيعي أن يكون حكمه مختلفا عن حكم أبيه الذي لا يعرف أن يتحدث الإنجليزية على الأقل. إلا أن هذه التغييرات لم تكن سوى شكليات فقط، تنبه إليها الناس فيما بعد، وتنبه الناس أيضاً أنه ليس كل ما يتحدث عنه بشار الأسد يحدث، خصوصاً في أحاديثه التي يعجز العقل البشري الطبيعي عن فهمها، وهو يسوق النظريات تلو الأخرى ويتفلسف حتى بالحديث عن لقمة عيش المواطن السوري. من التغييرات الشكلية التي أجراها الأسد بعد توليه الحكم هو تغيير اللباس المدرسي الذي كان يغلب عليه اللون الخاكي، وهو لون اللباس العسكري. فكان طلاب المرحلة الابتدائية يرتدون ما يسمى بالصدرية، لونه شبيه باللون العسكري مع فولار وجوزة وسيدارة. ويبدو أن الأسد الأب استنبط هذا الزي من الدول الحليفة لهم، الاتحاد السوفيتي سابقاً ورومانيا وغيرها. فهذا الرداء تحول إلى صدرية بلون أزرق مع الحفاظ على الفولار والسدارة. أما المرحلتان الإعدادية والثانوية فكان لباسهما بدلة بلون خاكي عسكري وحذاء ونطاق وسدارة عسكرية تحت اسم بدلة الفتوة. هذه البدلة تغيرت أيضا في زمن بشار لتصبح زرقاء في الإعدادية ورمادية للمرحلة الثانوية. هذه التغييرات دفعت صحفا أمريكية في عام 2003 للحديث عن التغييرات التي يجريها الأسد، وتحديداً بعد الحرب الأمريكية على العراق، من تغيير اللباس إلى أحداث البنوك والشركات الخاصة. واعتبرت الصحافة الأمريكية ذلك مؤشر على بدء دمشق بإصلاحات استجابة للمطالب الأمريكية التي عكسها وزير الخارجية كولين باول في زيارته الأخيرة لسوريا، وأضافت أنه برغم من أن المسؤولين السوريين لم يفصحوا علناً عن أسباب هذه التغييرات، فإن مصادر سورية مقربة من النظام وقت ذاك بيّنت أن هذه الإجراءات جزء من الجهود المبذولة لتغيير الانطباع المأخوذ عن النظام العسكري السائد في سوريا. كما أيضاً ألغيت مادة التربية العسكرية من المنهاج، وتم الاستعادة عنها بأنشطة صيفية تشرف عليها منظمة اتحاد شبيبة الثورة. هذه التغييرات كما أشارت الصحافة الأمريكية آنذاك كانت وليدة مرحلة كان بشار الأسد مرغماً فيها على إظهار حسن النية للولايات المتحدة بعد غزو العراق. فالتكهنات كانت تشير في ذلك الوقت إلى أن الأسد هو الهدف التالي بعد العراق. فأراد بشار هنا أن يظهر بمظهر الرئيس الكيوت الشاب المتعلم في الخارج، ولعل خطته نجحت بشكل مؤقت. لكنه تعلم من هذه التجربة أن اللباس مهم في انعكاس السياسة التي ينتهجها، وهذا ما يبرر أن الأسد أجرى تغييرات على لباس قواته أيضا، حيث نشر حساب على منصة إكس يحمل اسم القوات الخاصة في الجيش العربي السوري. نشر هذه الصورة لجندي قال إنه يرتدي الزي الجديد لقوات المهام الخاصة في قوات الأسد، ما دفع معلقين للتساؤل عن علاقة هذا الزي والذي يشبه زي الأمريكي بالقرارات الأخيرة عن تحويل قوات الأسد إلى جيش من المتطوعين. بالحديث عن الرداء الرسمي لقوات الأسد، فسبق أن غيرت الفرقة الرابعة لون زيها إلى لون يميزها عن باقي التشكيلات، وذلك في العام الماضي.
وقالت المصادر وقت ذاك أن الزي الجديد للفرقة سيكون باللون الأسود السادة غير المموه مع قبعات سوداء أيضاً، وذلك تغييراً للون زي السابق الذي كان مميزاً أيضاً بالأسود المموه. أما عن تاريخ الزي العسكري في قوات النظام خلال سبعينيات القرن الماضي، كان الزي العسكري للجيش السوري محدداً باللون الرصاصي الفاتح والزيتي، ومع بداية الثمانينيات استخدم الرداء الملون الذي يعتمد على 5 ألوان ويسمى البدلة المموهة، ومنها الزيتي لأغلب تشكيلات الجيش، والأسود الذي كان زي عناصر القوات الخاصة التي كانت تعرف باسم سرايا الدفاع. ثم لاحقاً دمجت بالفرقة الرابعة، ومع نهاية تسعينيات القرن الماضي سادت البدلة الحالية بألوانها المختلفة تبعاً لطبيعة المنطقة التي يعمل فيها الجيش السوري. بدلات فاتحة الألوان في المناطق الصحراوية، بدلات يغلب اللون الأخضر على ألوانها المتعددة في مناطق الغابات، بدلات باللون البحري الأزرق الفاتح في منطقة الساحل. وعن جيش المتطوعين الذي ربط المعلقون بينه وبين البدلة التي تم نشر صورتها، الذي كان أعلن اللواء أحمد سليمان أيضا المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع التابعة للنظام قبل أيام، أنه سيتم تسريح كل ضابط احتياط أمضى عاما فأكثر ابتداء من 30 من الشهر الجاري، كما يسرح صف الضباط والأفراد الذين أمضوا 6 سنوات فأكثر، وأما من بلغ 40 عاماً ولديه 2 سنة خدمة احتياط فيسرح تلقائياً ولا يحتاج إلى أمر إداري جديد للتسريح. أضاف اللواء سليمان في مقابلة مع القناة الأخبارية السورية أنه تم وضع جدولة زمنية للخدمة الاحتياطية تتكون من 3 مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى من الأول من الشهر المقبل حتى نهاية هذا العام، وفيها يسرح مباشرة كل من أمضى 6 سنوات حتى نهاية الشهر الحالي، كما يسرح من أمضى 5 سنوات ونصف السنة حتى نهاية شهر آب المقبل، بينما يسرح من أمضى 5 سنوات حتى نهاية شهر أكتوبر، وفي نهاية السنة الحالية يسرح من أمضى في الخدمة الاحتياطية 4 سنوات ونصف السنة، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم هذه المرحلة من التسريح قبل الدخول بالمرحلة التالية. أما أبرز ما قاله اللواء أحمد سليمان في هذا اللقاء فكان تحويل الجيش السوري إلى جيش متطوعين، أي جيش احترافي في الطريق إلى تخفيض الخدمة الإلزامية لتغدو شكلا من أشكال الخدمة العامة كما في أوروبا وغيرها من الدول. وأوضح المدير العام للإدارة العامة في الدفاع السورية أن هذه القرارات تمت الموافقة عليها وستنفذ تباعاً، وهدف الوصول إلى جيش متطور يعتمد على المتطوعين من خلال عقود التطوع الجديدة. نتابع. خليني انتقل لموضوع الخدمة الإلزامية واللي كمان كتير في معلومات بالشارع، لكن مع أني أنا نوعاً ما فهمت شو اللي عم يتجهز للمرحلة القادمة، لكن في حديث بالشارع السوري بأنه ستلغى الخدمة الإلزامية، هناك شيء تغيير كبير بما يخص الخدمة الإلزامية أو نظام وقوانين الخدمة الإلزامية في سوريا، وأنه لن تبقى على حالها. ما المعلومات بتقول؟ لن تبقى على حالها، صحيح. إلغاء فوري كما قلت، يعني هذا الأمر لن يحدث. لن يحدث، مو بهذا. وشرحت أعتقد ببداية بالضبط، أنا قلت أنك جاوبت نوعا ما عن السؤال. واضحة. مفهوم الخدمة الإلزامية بطبيعة الحال سيتغير، نحن تحدثنا عن هدف منشود ومبتغى ونهائي، جيش يعتمد على التطوع، لذلك مفهوم الخدمة الإلزامية سوف يتغير، وهو مرحلة لاحقة للاحتياط. الخدمة الإلزامية قد تخفض، هذه دراسات تدرس، لكن ما في شيء لسه، لم يصدر قرار، ولسنا اليوم في إعداد، يعني في مشروع قرار، ولكن درست مفهوم الخدمة الإلزامية، مفهوم الخدمة الوطنية. طبعا لأوضح السبب، الاحتياط يدخل في الاستثمار فورا، الخدمة الإلزامية سيتحول إلى عملية تدريب، يعني أدربه دون أن يدخل في الاستثمار. اليوم بواقعنا الحالي يؤدي الخدمة الإلزامية، يتبع دورة، يدخل في الاستثمار، يعني ما درب عليه يشغل مكانا في الملاك. عندما ننتقل إلى جيش متطوع لن أحتاج أنا لأبنائنا بالخدمة الإلزامية ليشغلوا هذه الأماكن، ممكن سيشغل المتطوعين. هو شو بيصير فيه؟ فإذا يتدرب فترة تدريبية مؤقتة على سلاح،
على اختصاص حسب اختصاصه وحسب تمام الشهادة تمام المؤهل الذي يحمله ويعود إلى حياته. لن يبقى مفهوم الخدمة الإلزامية، ولكن هذا الأمر اليوم لم يعني يوضع على طاولة التنفيذ، ليس هو مدروس مجموعة من الأفكار الحقيقة، ولكن في المرحلة الانتقالية أنا لا أستطيع اليوم فورا وبقرار كما قلت، أستطيع طبعا إذا ولكن لا أستطيع أن أقول على الأقل لتخلص المرحلة الانتقالية اللي حكيت يعني عنها للاحتياطي والإلزامي. أنا اليوم في المرحلة الانتقالية تدريجيا سأحل هذه القضية، ولكن لا أستطيع فجأة وبصدمة تحدث كارثة في الجيش. سليمان أيضا تحدث عن سن دفع البدل والذي كان مقرا في سن 40 في السابق، ولكنه الآن ومع التعليمات الجديدة سيتمكن من بلغ 38 من دفع هذا البدل، و38 أي 37 ويوم. نتابع جديد القادم، يعني اليوم لما الناس نحن دعينا لهي الحلقة لمشاهدة ومتابعة هذه الحلقة، الناس ناطرة بأنه في شيء جديد سيعلن عنه. ما الجديد القادم بما يخص تنظيم قواتنا المسلحة كتلخيص لها كمعلومات؟ ما يخدم هذه القضية قريبا جدا، العام الماضي من بلغ سن 40 ويرغب بدفع البدل اليوم دراسة جاهزة لتخفيض هذه السن لهذا العمر من بلغ 38 وأعود من بلغ يعني 37 ويوم طبعا لمن يرغب للراغب يعني لمن يرغب، فإذا دفع البدل ليكون الأمر واضح. وهذا الربط الذي أردت أن أقول عنه أنه من بلغ 38 ولديه مدة خدمة عندما يعني يصدر هذا الصك التشريعي سيلاحظ بمدة معينة سيصرح تمام خلال الفترة القريبة تمام سيصرحون يعني من لهم مدة طويلة. أيضا بالخدمة الإلزامية من لديه حالة من العجز الخدمات الثابتة يجوز له، وطبعا هذا نص قانوني موجود، أن يدفع بدل إن كان لا يرغب يعني بأداء هذه الخدمة نتيجة اللي هو أصلا موجود كخدمة إلزامية ثابتة لكن إلزامية إلزامية إن كان. ننتقل إلى التعليقات، حيث علق غضنفر علي وكتب: خطوة متأخرة بس واضح الأيام القادمة أعظم. أما إلي وهبي كتب معلقا على الصورة التي انتشرت: وجهه ظاهر بالمرآة الخلفية. تعتبر كفرنبل في جبل الزاوية بمحافظة إدلب من أهم المناطق التي انطلقت منها المظاهرات الأولى ضد الأسد مع بداية الثورة السورية في عام 2011، وكان لها حضور واضح على الشاشات التي كانت تنقل يوميات الثورة من خلال المظاهرات الحاشدة التي كانت تخرج منها واللافتات والصور التي كان ناشطوها يرفعونها، ما جعل النظام يضمر لها المزيد من الحقد، وذلك بعد أن استطاع السيطرة عليها بمساعدة حلفائه الروس والإيرانيين، وذلك في عام 2020 بعد خروجها عن سيطرته قرابة 8 سنوات. ومنذ ذلك الحين تسعى إيران لفرض سيطرتها وممارسة نشاطاتها في المناطق التي سيطر عليها النظام بإدلب، منها كفرنبل. فمع بداية سيطرة النظام عليها أرسلت منظمة جهاد البناء المدعومة من إيران أرسلت سلالا إغاثية إلى أشخاص بدأوا يستوطنون في منطقة كفرنبل بريف إدلب، حيث تحدثت تقارير صحفية عن خروج 3 حافلات من منطقتي قمحانة وحلفاية بريف حما، تجمعت بداية في منطقة العباسيين في مدينة حمص ثم توجهت نحو منطقة كفرنبل. هذه الحافلات بحسب التقارير نقلت أعدادا محدودة من الأشخاص لم يعرف أصلهم وما إذا كانوا من سكان المنطقة، ومع ترجيح احتمال أن يكون هؤلاء عوائل مقاتلين في ميليشيا حزب الله اللبناني الذين يقاتلون في ريف إدلب. هذا حال كفرنبل وغيرها من المناطق التي سيطر عليها النظام في محافظة إدلب. لكن فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي استفز السوريين بشكل عام وأهالي كفرنبل خاصة، حيث وصفوها بالمحتلة. هذا الفيديو لعلم إيراني يرفرف فوق أحد المباني في كفرنبل. نتابع.
أيضا انتشر هذا الفيديو من مدينة سراقب وأيضا يظهر فيه علم إيران. أبو عبدو حارتك يا أبو عبدو. فيديو العلم الإيراني أثار موجة من الغضب بين المتابعين. طارق المعروف كتب وقال: مدينة كفرنبل المحتلة وظهر بالفيديو علم الاحتلال الإيراني. أما حمود قلعجي فكتب وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل والعالم فرحانين بالدولارات وبمخيمات البناء والكهرباء للمخيمات. في السنوات الأخيرة انكفأ كثير من السوريين الفنانين السوريين وتوقفوا عن التمثيل في الدراما مع انتشار فيديوهات التيك توك التي وجدوا فيها ربما وسيلة للتسلية أو للشهرة أو للاستمرارية أو حتى لجني الأموال. لكن خروج بعض الممثلين والممثلات على تيك توك ربما أثر على جماهيريتهم، وهذا ما أشارت له الممثلة السورية سلمى المصري عندما سئلت عن خروج ابنة أختها الممثلة ديما بياعة في بثوث على تيك توك، فنصحتها بالتوقف عن هذه البثوث. ديما بياعة التي تغيب لسنوات عن الدراما السورية تعود في أعمال قليلة رغم كونها بدأت في مهنة التمثيل منذ نهاية التسعينيات ومثلت أدوار كبيرة رغم بداياتها، لكنها تخرج بين حين وآخر في لقاءات إعلامية لا تخلو من إثارة الجدل، خصوصاً عندما تحدثت عن سبب طلاقها من زوجها السابق تيم حسن وأنه خانها مع أعز صديقاتها بالإشارة إلى نسرين طافش والأزمة التي حدثت بين الاثنتين منذ ذلك الحين. عادت ديما بياعة للحديث عن الموضوع كما تحدثت في مواضيع أخرى منها الدراما المشتركة، مسلسل فصول أربعة وعلاقتها بزوجها أحمد الحلو خلال ظهورها في برنامج عندي سؤال. نتابع أبرز ما جاء في تصريحات ديما بياعة في هذا التقرير. رغم غيابها حالياً عن المسلسلات الدرامية السورية إلا أنها بتظهر بين الحين والآخر بلقاءات إعلامية بتثير الجدل بتصريحاتها النارية. الممثلة السورية ديما بياعة بتفتح ملفات قديمة وبتبدي رأيها بقضايا حالية بلقاء جديد جمعها مع الإعلامي محمد القيس ببرنامج عندي سؤال. ديما وكالعادة انسألت عن علاقتها بطليقة الممثل تيم حسن، فأجابت أنه قرار الانفصال كان مشترك وإنها مهنياً ضحت كتير كرماله وإنها كانت أهم منه بالمهنة بفترة ارتباطهم. أما عن علاقتها بزوجها الحالي أحمد الحلو فأكدت ديما أنه أحمد أب ممتاز لأولادها. ومن المواضيع يلي أثارتها ديما بياعة موضوع الدراما المشتركة، وأكدت أنه الممثلين اللبنانيين هنن يلي استفادوا منها مو سوريين وأنه ننعرفوا من خلال الأعمال المشتركة. وعبرت ديما عن رأيها بكتابة جزء ثالث من مسلسل الفصول الأربعة، وقالت إنه الكاتبة ريم حنا بدها تكتب الجزء الثالث، لكن ما بيزبط بدون دلع الرحبي وما بيصير بدون جمال سليمان ويارا صبري. من التعليقات التي جاءت بعد هذا اللقاء صبا أحمد التي كتبت وقالت: كل كلام صحيح، لما كانت ديما بياعة فنانة مشهورة ومحبوبة تيم ما كان معروف، كل أدواره حلوة ومتقنة. أما غيث طاهر فكتب وقال: الأكبر من اسم تيم حسن، قال آخر مسلسل شايفة فيه هو الفصول الأربعة. أما عبير بدر فكتبت وقالت: مش رح يرد عليها تيم لأنه شخص رزين وفهمان ومش تبع هيك قصص تافهة وكرمال أولاده. قطعت سلطات النظام السوري المياه عن إحدى القرى في محافظة السويداء بسبب حادث تكسير صورة لرئيس النظام بشار الأسد، وتداول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً لمراقب شبكات المياه في إحدى قرى محافظة السويداء يرفض تشغيل المياه لحي سكني بعدما شارك أحد سكانه في تكسير صور لبشار الأسد. نتابع. امبارح لليوم، امبارح لعب بالسكر هذا الولد واليوم لعب بالسكر، مش على كيف، واني وان الله راد الحاره اللي هو فيها، معلش يتزعلش مني،
ما تقوليش تشتغلش بردة الفعل هالمرة، لا بدي اشتغل بردة الفعل، ومش لأنه دار عمك موجودين غادي، لا كويس. هذا الصبي لازم يتأدب. أول شيء نزل كسر صورة الرئيس، وثاني شغلي اللي بده مي من عند الرئيس ما بيكسر صوره كويس. هذه الحارة أنا معش بدي أعطيها مي، ماشي؟ يلا اتكل على الله. أصيب الشاب أحمد عبد الستار عبد المجيد بصعقة كهربائية بسبب عمود كهرباء موجود في الشارع، وهو بصحة جيدة. لكن الملفت في الفيديو والذي أثار استغراب الكثيرين أو الكثير من المتابعين هو رد فعل شخصين مروا من جانب المصاب أحمد وبدأوا بتفحص العمود بدلاً من إسعافه. نتابع. إلى هنا مشاهدينا نصل لختام الحلقة اليوم، شكرا لحسن المتابعة، نراكم غدا في أخبار جديدة، دمتم بخير، إلى اللقاء.